نواصل المواضيع الخاصة بسلاسل الإمداد والسبلاي تشين. المواني الجافة، في ناس ممكن إنها تستعمل هذا المصطلح كتير في السبلاي تشين، هو ميناء لاستقبال البضائع ولا يكون على البحر ولكن يكون على الأرض، وبيتم النقل عن طريق القطارات والشاحنات، وكذلك بيتم التخزين بالمستودعات وشحن البضائع وصيانة مركبات الشحن والنقل، وكذلك التخفيف على المواني البحرية في حجم المساحة، وبيتم أيضا فيها التخليص الجمركي. الميناء الجاف هو مساحة بيتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال في المواني البحرية، وبتستقبل المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، وبيتوافر في هذا المواني دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير ومخازن وشحن البضائع. المواني الجافة بتلعب دور مهم جدا في تخفيف الأعباء عن المواني البحرية، لأنها بتستوفي المواني كافة إجراءات التخليص الجمركي في المواني البحرية، وبتتيح المواني كذلك تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنهم فقط، وكذلك التخفيف على المواني البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البحري. وبتكون كذلك مسؤولة على إدارة هذه المواني تابعة لوزارة النقل، كما تتبنى خطة شاملة لإنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية.